تواجدكم اليوم معنا، وبشكركم على الفرصة اللي عم تعطوني إياها لأكون معكم. اسمي مروة وحود من رايت بلاي، بشتغل في الفاسيليتاتور منسقة ميدانية. حكون معكم بجلسة تحت عنوان استخدام الرياضة واللعب لتكون عندنا صفوف نشطة أو صفوف أكثر مرحة للطفل، أكثر سعادة للطفل. حنكون عم نشتغل أنا وياكم على هالموضوع. لا علي صوتي بس. أوكي. علي صوتي. أوكي. مين بيعرف عن رايت تو بلاي غير اللي بعرفهم هلا صدقا؟ مين بيعرف عن رايت تو بلاي؟ حدا سمع عن شي مرة عن رايت تو بلاي؟ أوكي. حقوقنا في اللعب. أوكي كمان. كمان مين بحب يخبرني شوي عن رايت تو بلاي؟ شو بتعمل رايت تو بلاي؟ بتعلم عن طريق اللعب. اوكي تخبركم مين هي رايت تو بلاي. رايت تو بلاي هي عندها منهجيه من خلال قوه الرياضه واللعب بتوصل مفاهيم تعليميه للطفل، اما مهارات حياتيه او تعليم. عندها برامج كثير متنوعه تختص بالإدوكيشن يلي هو التعليم مع المدارس والمؤسسات اللي بتشتغل تدعيم دراسي، وعندها برامج خاصة بالرياضة مثل كرة القدم، كرة السلة، وحالياً عم نشتغل برامج شوي أشبه للمهنية أو هي مهنية مع الطفل. رايت تو بلاي موجودة من سنة 2000، مؤسسها اسمه يوهان كوس، هو بطل أولمبي حائز على 4 ميداليات ذهبية بالتزلج. رايت تو بلاي موجودة بأكثر من 22 دولة حول العالم، موجودة بمنطقة الشرق الأوسط بفلسطين، الأردن ولبنان. بلبنان موجودة بالشمال وجنوب وبيروت، عنا 3 مكاتب وبتشتغل مع كافة الفئات الموجودة بالمجتمع اللبناني. أكيد رايت تو بلاي بتتوجه للمجتمعات الأكثر فقر، المجتمعات المعرضة للتهميش، مجتمعات اللي فيها صراع أو نزاع أو حروب أو حتى أمراض. مين رايت تو بلاي تستهدف؟ أكيد بالدرجة الأولى هي بتستهدف الأطفال، ولكن من خلال الشباب اللي بتشتغل معهم، الشباب يلي بتدربهم هن يلي بيكونوا عم يشتغلوا مع الأطفال بشكل مباشر. هي ما بتشتغل بشكل مباشر مع الطفل، لا بتدرب هي لحتى تكون عم تساعد هول القادة أو المعلمين لحتى يكون معهم أداة ليشتغلوا مع الأطفال. بتتوجه للجنسين ذكور أو إناث، بتتوجه لأطفال ذوي الإعاقة، كمان بنشتغل مع الأطفال النازحين واللاجئين وبنغطيهم بكل أنشطتنا اللي موجودة ببرامجنا. شو الخصائص اللي نحن بنشتغل فيها بنشاطاتنا؟ نحن بالورشات اللي بندرب فيها بنكون عم نعمل ورشة لنطلع بنهايتها بنشاط نقدر نكون عم نطبقه مع الطفل، ونقدر نكون عم نعلم الطفل مهارة، أو يمكن نكون عم نعطيه بالتعليم بصفتي أنا مثلاً كمعلمة رياضيات عم بقدر تعامله مفهوم الجمع من خلال نشاط عم بقوم فيه أنا. خصائص هاي النشاطات هي أنشطة دامجة مثل ما قلنا ذكور أو إناث، هي بتحس على مشاركة جميع الأطفال بالنشاط. كثير منجرب قد ما فينا نستبعد فكرة مين خسر ومين ربح، لنكون عم نشجع دائما الأطفال لحتى تلعب لحتى تتعلم، نكون عم نعطيهم هذا المفهوم أكثر من الخسارة والربح. منكون عم نشتغل على نشاطات آمنة عاطفيا وآمنة جسديا للطفل، لأن في بعض مرات الألعاب بتكون متعبة للطفل عاطفيا أو يمكن بتأذيه بدون ما ننتبه، فمنكون عم نجرب نأسس لهذا النشاط بأنه آمن. أوكي. أكيد بالمبدأ نفسه نحن عم نشتغل لترفيه الطفل لحتى الطفل يبتسم لحتى يضحك، بكون عم نعمل جو بقلب الصف أو بقلب الباحة اللي عم نعمل فيها النشاط، وبنفس الوقت نحن عم نعلمه. دائما مربوط مفهوم التعليم انه بس ضحكنا انبسط اللعب، سوري لعبنا انبسطنا ضحكنا وخلصنا. لا، عند رايت تو بلاي ما خلصنا،
عند رايت تو بلاي دائما بعد اللعبه في نقاش، في شيء بدنا نعمله حتى نكفي العمليه التعليميه. اللعب هو عم يكون عمليه تجريبيه للطفل، وعم يكون من خلال تجربته عم نفتح معه نقاشه لحتى نكون عم نتحاور اكثر مع الطفل، عم نتواصل معه، عم نفهمه ويفهمنا ونوصل الفكره التعليميه لإله. مثل ما قلت لكم نحن مندرب المعلمين لحتى يكونوا عم يقوموا هن بهي الانشطه. الانشطه هي بتطبق خلال الدوام المدرسي او بعد الدوام، مثل ما قلنا اذا في تدعيم دراسي المعلم بيصير عنده اداه او اسلوب لحتى يكون عم يقوم بهي الانشطه التفاعليه مع الطفل. من بعدها المعلم عم يدمج ادوات رايت تو بلاي باهل الصف، ومنها بنكون عم نشتغل على مفهوم حمايه الطفل، مفهوم الجندر اللي هو النوع الاجتماعي، وعم نركز على سلوكيات لنقدر نحسنها عند الاطفال. من بعد منها بيكون في عنا نحن خلقنا بيئه عم نشجع الطفل اكثر لحتى يجي على المدرسه، لحتى يحضر صفوفه، لحتى يكون ملتزم بالعمليه التعليميه من خلال هي الالعاب اللي عم نستخدمها. واخيرا بيكون في تحصيل افضل للطفل. هلا حكون انا وياكم بنشاط، حيكون هذا النشاط هو مفتاحي للموضوع اللي بدنا نعمله. النشاط انا بحب اسميه آلة الزمن. هلا انا وياكم حنركب هاي الآلة ونروح فيها، حنعبر كذا زمن، حنعبر حاضر، حنعبر مستقبل، فحنكون انا وياكم بهاي اللعبة. كل صفحة اعطيه مجموعة اوراق ياخذ ورقة بني لان احنا موجودين هون. نفس الوقت مثل ما خبرنا عم نتبادل خبرات مع بعض.
شكرا لك. طيب نبتدي مع روبي. يلا واحد اثنين.
الثاني عدد اللي خلص. إذا حابب تكتب لي شيء طب، إذا حابب ترسم يعني خياركم، بس بيهمني هلأ تكون مشاركتكم معي. يلا دقيقة واحدة بس. اوكي الكل عندي بليز. الطفل يلي رسمتوه كتبتوا صفاته واهتماماته بدون ما نحكي اسم الطفل وبدون ما نقول مين هو، بدنا نجرب نكون عم نحكي للي حابب يشاركنا مين هذا الطفل، شو صفاته، ليش اختاره، بدون ذكر اسم الطفل ولا مدرسته ولا اذا شو بيعني لنا ولا شيء ابدا. نحن بس عم نتخيل شخصيته لهذا الطفل. قليلي. يلا تكبر. في كان صبي عم تخبرني انه هي كانت عم تشوف، ما قدرت تشوف بالضبط طفل بقلب الصف، كانت عم تشوف الصف كلياته. فكمان هذا الشيء حلو كان، وقلت لها انه الصف كنتي عم تشوفيه طفل واحد، جربي شوفي لنا كيف عم تشوفيه. صف من خلال طفل. فحتى اللي كان عم يفكر بهي الطريقة ما في مشكلة. اوكي اللي بيحب يشاركنا تفضلي. سوري بعد عبيد بمشاركتين.
اوكي طفل بيشبع. اوكي تفضلي. خبرني انه كان عنده اهتمام باللعب. طيب ننتقل على النقطه الثانيه معلم. اوكي مثل ما قلت الكونتوري انه ما حقدر اطلع كثير. ننتقل على النقطه الثانيه بالمستقبل. هاي الاطفال اللي انتم هلا شفتوها كيف بتحبوا تشوفوها بالمستقبل؟ مثلا كنا عم نشوف في طفل عنيف. شو الصوره اللي بتحبوا تشوفوا فيها بالمستقبل؟ كيف وليش؟ كوني أكثر. أوكي تفضلي. أنا بحس الأطفال اللي هن بيئتهم يمكن عندهم سلوك غير صحيح تبع بسبب البيئة اللي هن موجودين فيها، إن هذا صحح السلوك وفعلا بس ليكون ليكبر ويطلع إنه هو لا أحد محترم هذا السلوك الخطأ أو الكلام الذي أو العنف اللي عنده رعا، وبشكل عام كلهم يأخذوا المعلومة ويقدروا فعلا يكون عشان المجتمع كل طفل ناجح بمجتمعه مرتاح عنده سلوكيات إيجابية. شكرا لك. كان في حدا هون؟ والاهتمامات. نفتح عيوننا
صناعة لتخرج بالصورة الجديدة اللي هي بعد 20 سنة. شو هي أهم الصفات اللي كنتوا عم تشوفوها عند الطفل؟ صفة أو اهتمام؟ كان طفل بس هلأ صار شر. شو الصفة أو الاهتمام اللي شفتوها عند الطفل لما كبر؟ برأيكم أنو أهم الصفات أو الاهتمامات اللي شفتوها؟ تأقلم
عنده آخر نقطة؟ البيئة. أوكي، شكراً كثير على الأشياء الحلوة اللي عطيتوني إياها، لأن ساعدتوني بيكونوا هن المفتاح لحتى نكون عم نكفي بعنواننا اللي هو استخدام الرياضة واللعب بالتعليم. من خلال اللعب، في حال اجتكم الفرصة وقدرتوا تطبقوا هذا الشيء بتعليمكم بقلب الصف أو بحصتكم الرياضية بالباحة، حتشوفوا كثير منيح إنه اللعب بعدم النظام للأطفال. أي لعبة أنت بدك تلعبها فيها قانون، فيها 1، 2، 3، 4، وإذا ما التزمنا بهذا القانون اللعبة ما رح تزبط. فأنا اللعب بيساعدني لحتى أكون عم أعلم الأطفال النظام، يمكن بطريقة مباشرة تكون ويمكن بطريقة غير مباشرة. الملل، لما عم كون أنا عم بعمل لعبة بقلب الصف، أنا بالضرورة عم ساعد الأطفال لأنه دائما يكونوا منتعشين معي، دائما عم يسمعوني، فأنا عم بكسر حالة الملل. التقبل، كثير من الألعاب ممكن تكون عم تساعدنا لحتى نبني علاقات بين الأطفال بين بعضها، يتقبلوا بعض أكثر، يندمجوا مع بعض. الانتباه، وقت بلعب أنا الطفل هو عم يلعب ومبسوط بده يربح، فهو بالضرورة بده يعطيني انتباهه ما عاد مشتت. المستويات، عم ساعد أنا الأطفال لحتى ما يحسوا بالفارق بالمستوى. دائماً وقت أنا أطلع على اللوح لحتى حدا يحل، الطفل حدا بيعرف يحل وحدا لا، لأسباب كثيرة مختلفة. بس باللعبة هن بينسوا إنه في مستويات، إنه في حدا بيعرف يحل وفي حدا لا، هن حيجربوا يحلوا وهن عم يكونوا عم يساعدوا حالهم بالعملية التقييمية وقت بدهم يحلوا التمرين من خلال لعبة. التجديد، وقت أنا عم كون عم بعمل لعبة بالصف بالضرورة عندي كل يوم شيء جديد بقلب الصف. اللغة يلي هي كمان إحدى أشكال التواصل، بإني وقت أنا أتواصل مع الطفل أشرح له الدرس، أشرح له اللعبة، أشرح له التمرين. التأقلم اللي هو يمكن التأقلم مع بيئة الصف، بصير يحب يجي عليها، واللي هي بنربطها بإنه وقت الطفل بصير بيعرف بقلب الصف في نشاطات، فهو بالضرورة حيكون يجي لقلب الصف. وحتشوفوا بكرة وقت حتخوضوا عملية التعليم من خلال لعب أنه فعلياً حتنزاد نسبة الأطفال بقلب الصف حضوراً. نحن كرايت وبتاعي دائماً بنلمس هذا الشيء مع شركائنا، بصيروا الأولاد بيسألوهم أنه إيه ما تجلست رايت بلاي؟ بيستنوها، خاصة إذا إلى وقت منتظم. الاهتمامات، بصير أنا بعرف أكثر الطفل وين اهتماماته وبقدر أنا أشتغل على البيئة الموجود فيها الطفل. قبل ما نكفي وننتقل لشيء جديد، أنا معودة دائماً وقت الدرب تكون ورشاتي أكثر حركة ومو قاعدين بهاي الطريقة، فحجرب نشطكم، شو رأيكم؟ نلعب لعبة صغيرة ونرجع منكفي. طيب، اللعبة هي كلياتنا حنقول بصوت واحد، 1+1=2، أوكي؟ 2+2=4، 4+4=8، أوكي؟ حأرجع عيد على البطيء، احفظوها حتى نقولها. خليكم قاعدين هلا لحتى تشوفوني. 1+1=2، 2+2=4، 4+4=8، أوكي؟ يلا جاهزين؟ نوقف؟ مطمطوا فرفدوا. انا اكتشفت من شمشو بهذا الشيء مو معقول شو عم طلع هو الطفل. يلا حعد لثلاثة ونبلش. 1+2=3، 1+1=2، 2+2=4، 4+4. اوكي، حنرجع نعملها حنكون اسرع. يلا 1+1=2.
فهمت اللعبة جمال ماسي على ماسي ما تردوا علي ايه يلا واحد زائد واحد اثنين اثنين زائد اثنين أربعة أربعة زائد أربعة ثمانية بلشورة مثلاً بتنتاج عمليتين وضحيحة متطوروة فحينبسط وحيتعلم خاصة هو عم يجرب عم يتحرك دائماً كنا نحن بالمدرسة مين أنا أستاذ أكثر شيء بيسبنا الأستاذ اللي بيضحك دائماً بنشوف في أستاذ بالمدرسة كل الأولاد بتحبه كل الأولاد بتتمنى تكون معه ليش؟ لأنه بيضحك لأنه بيتواصل مع الأطفال لأن يمكن بيلعبوا الألعاب الصغيرة بالمدرسة حتى كل مع كل هذا الشيء بتشوفوا إنه بالمدرسة أكثر شيء الأطفال بتستنى حصة الرياضة تستناها السنة لحتى تصير وهي هي أكثر حصة اللي للأسف نفقدها بمدارسنا واللي أنا من صف الرابع ما بعرف الرياضة كمان وحتى مثلاً صف العلوم وقت بيكون في عملية تجريبية كمان هذا الشيء منفقده بس في حال صار بتشوفوا دائماً الطفل متشجع لحتى يكون عم يعمل هذا الشيء أي شيء فيه حركة أي شيء فيه يمسك شيء الطفل يتعلمه بإيديه فهو دائماً بيجذبه فهذا الشيء اللي بده يكون عم نشتغل عليه نحن بقلب صفنا واللي هو التعلم القائم على اللعب شو يعني التعلم القائم على اللعب؟ أنا شكلي مو شربانة بالبيت التعلم القائم على اللعب من وجهة نظر راي تو بلاي هو طريقة تجريبية طفل وقت عم يلعب عم يجرب والتشاركية يعني هو لما عم يلعب مع رفقاته فهو عم يشارك الآخر عم يتبادل تجربته وموجهة تقوم على تعزيز عملية التعليم والتعلم مثل ما قلنا مو بس لعبنا لمجرد ضحكنا لا كنا نحن عم نتعلم بتمكن التعلم القائم على اللعب بمكن الطفل من تنظيم وفهم العالم حواليه وبيشارك أكثر مع زملائه بصير عنده تحفيز وزيادة الحماس لدى الأطفال اللي هي حتشوفوها وقت حيجوا يحبوا يجوا على الصف يحبوا يجوا على المدرسة دعمهم بتطوير وترسيخ المهارات والمفاهيم يلي أنتم عم تعطوهم إياها من خلال اللعبة اللي عم تستخدموها عم تكونوا عم تشتغلوا أكثر على ترسيخ هاي المعلومة من خلال اللعبة مساعدتهم في صياغة مواقفهم الإيجابية تجاه التعلم والحياة مثل ما قلنا بصير أكثر هو قادر عنده قرار بيعمل هذا الشيء يحل بهي الطريقة فأنا عم أكون عم أدعم مواقفه بالحياة حنلعب لعبة أنا وياكم بس بدي ما حقدر لعبكم لكم هاي اللعبة فحنلعب 11 حدا أوكي بدي 10 متطوعين والواحد لحاله أوكي العشرة مين بيحب يكون معنا أوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة من الإذاعة الكراسي اللي هون على جنب من الأرقام العشرة كل واحد ياخذ كرسي ويروح لهنيك الشخص يلي بالنص حيقول الرقم بيختار براسه
فردي. انت حتقولي رقم حتى تضوي على كرسي بس يقوم فردي. يلا نجرب التجربة. ماني. Thank you.
اوكي المستمع يعني هي قاعده عم تشوف انا واحد اللي بده يقوم بدها تقعد محله. اوكي يلا هلا برجع لعندك. تمام. تمام. وهذا الشيء هو الطفل كمان حيفكر بهي الطريقه، يعني ما تفكروا انه نحن بعاد كثير عن الطفل، لا، وقت عم نلعب نحن كمان عم نلعب بنفس الطريقه اللي عم يلعب فيها الطفل. حتى هذا هلا النقاش اللي عم بعمله انا معكم كثير مهم اني يكون عم بعمله بعد اللعبه. نحن في هذا النقاش عنا له نقطع فيه وقت كثير طويل ونحن عم نعمله مع الطفل، منسميه فكر اربط طبط، ما حفوت بتفاصيله، بس بعد اللعبة ضروري تسألوا الطفل مثل نوعية هاي الأسئلة اللي حاطة لكم ياها. تمام؟ نحن منصنفها في إلها تصنيفات، ما حقلت وما حفوت فيها، بس كتير مهم أنه تكونوا عم تستخدموها بعد اللعبة. لعبنا وخلصنا، أوكي يمكن حفظ تعلم شوي، بس حيتعلم أكثر ويتركز أكثر المعلومة لما حاستخدم أنا هذا النقاش معه. طيب شو المهارة اللي استخدمتوها لتعرفوا الزوجي من الفردي؟ وقت الرقم عم ينقال. يلا. أنا قلت عم نسأل حواليه. عم نسأل ليه حواليه؟ أنا كان عم بيجي ركز كيس مطرح بس ما شو رأيك؟ لازم تبدأ كتير يعني عم بيقول لي شو رأيك؟ كانت عم تركز. أول شيء السماء، لازم أسمع شو عم يقول. ثاني شيء إنه اللي على الأطراف اللي كنت عم اسمع صوت هون حدا بده؟ اوكي تفضل. انا كنت عم بركز على الشخص اللي عم يستعد ليكون لحتى بس شوفه استعد انا اكون قاعد بكون قاعد بكون قاعد بكون قاعد بكون قاعد. اوكي مشاركة أخيرة. يعني أي مهارة من هذا الحركة خلال الحركة هو عم يستعد. اوكي تمام شكرا كثير. أنا حاجة أنا ما شفت شفته شفته أول ما بلشت تقولي عم هاي كمان هاي ممكن وقت تلعبوا مع الطفل وقت تطور اللعبة العمر أكبر مثلاً أو يمكن بدي كررها أنا بس بطريقة أصعب، فكون عم أعطي مثلاً فرصة للطفل ليحط هو وفريقه استراتيجية لأنه كيف ينتقلوا مع بعض، فأي ممكن وممكن كتير يكون عم يحطوا استراتيجية وعلعب. يعطيك العافية. أوكي بحياتنا اليومية إمتى بنستخدم العادات الزوجية والفردية؟ يومية. إيه. بالساعة. أنا مثلاً أنا وقت أمي بيجيها ضيوف وبتبعتني عدلها ياهم، عدلها ياهم 2 4 6 8، فأنا بستخدمها بهاي الطريقة. أوكي مين كمان بيستخدمها؟ أوكي. كيف اذا انا قلت لكم علموني اعداد زوجيه او فرديه كيف تعلموني اياها؟ ما حدا استاذ رياضيات بعرف شو بدكم؟ كيف بتعلميني؟ اوكي جيب ماوس اوبجكت ليرنينج سو وعملوا فردي يعني تفاحه وحده مش بيز يعني حتى وعلموني اياها بفرديه. اوكي اوكي هي وقت بدها تعلمني شو الفرق
الفرق بين الأعداد الزوجية والفردية؟ الزوجي بيقبل القسمة على اثنين، أما الفردي ما بيقبل. في حد عنده طريقة تانية ممكن يعلمني فيها؟ حسب العمر ممكن انا اكون عم اجي ازواج من شغلتين، انه موزتين يعني زوجي، موزة يعني فردي. اوكي الرياضة واللعب مهمة لانه بتشتغل على هالاربع سلبيات. مثل ما قلت كنتوا عم تسألوا انه نحن عشو عم نشتغل ونحن عم نلعب، نحن عم نشتغل على تنمية عقلية كمان، عم نشتغل على التنمية البدنية عند الطفل، عم نشتغل على التنمية العاطفية، وعم نشتغل على التنمية الاجتماعية. هول الأربعة برأيكم ليش بيعتبروا مهمين لتحقيق الهدف؟ كل حدا، كل أربعة جنب بعض حيكونوا عم يختاروا واحدة من هول ويحكوني عنها. شو يعني التنمية العقلية؟ أنا وقت بلعب أولاد أو بعمل معهم تمرين رياضي، شو يعني التنمية العقلية؟ شو يعني التنمية البدنية وقت بلعب مع الأولاد؟ فكل حدا، كل مجموعة، كل أربعة مع بعض حيختاروا وحدة ونجرب نحكي عنها. معنا تقريباً 3 دقايق لنكون عم نحكي على كل تنمية، أوكي؟ كل أربعة حد بعض. أنا هلأ بساعدكم وبقطع عليكم. واضح أو في حدا عنده سؤال؟ تنمية روح المحبة من خلال الروح الرياضية، من أحلى الروح.
اوكي كمان عاطفية مين بيعطينا؟ بالنفس احترام القواعد بعد فين خبرونا اذا بدكم عمور خبرونا اذا بدكم المكان للمكان اللي موجود فيه تفضل العمل بيروح الفريق التعاون اوكي الصبايا عم نسمع بعض اوكي اجتماعية اخر نقطة تقبل الغير طيب اللي حكيته هون في جزء كتير منهم 100% مثل ما حكيتوا وحنجرب نشوف انا وياكم في اشياء غطيناها او لا التربيه العقليه الاطفال بيراقبوا الاطفال بيتذكروا بيجربوا وبيحطوا استراتيجيات مثل ما حكينا اذا شفتوا وقت تناقشنا على اللعبه بيحطوا استراتيجيات منين عم يلعبوا بالاضافه لانه الطفل عم يعطي عمليه تقييميه لنفسه يعني انا بعد بس اخلص لعب انا حليت صح كنت عم جاوب صح كنت عم بلعب صح فهو عم يقيم نفسه مو بس الاستاذ عم يقيمه اذا بتلاحظوا بالصف التقليدي بس انا اللي بصلح وبحط العلامه لا باللعبه اعطيت الطفل فرصه لانه يعرف عم يحل صح عم يلعب صح وعم نساعد الطفل على صنع القرارات التنميه البدنيه هن عم يختبروا عم يطوروا قوتهم الجسديه وعم يشتغلوا على مهارات لحتى يكون عندهم تنسيق سرعه وقوه حركه هاي الاشياء البدنيه العاطفيه هن عم يستوعبوا عم يكتشفوا ابعاد جديده عن نفسهم يعني باللعبه يمكن اكتشف انا صار في عندي مهاره بهالشيء فانا كون عم اكتشف نفسي وعم يكون عندي ثقه بنفسي وعم اعطي ثقه للاخر بالاضافه لانه انا عم اجرب السعاده هاي كتنميه عاطفيه التنميه الاجتماعيه بشكل كلي هن عم ينغمسوا مع الاخر عم يشاركوه فهذا الشيء كثير منيح اجتماعيا التواصل والتعاون مثل ما حكينا وتشكيل علاقات مع الاخرين واكيد هذا الشيء ما بصير الا من خلال المشاركه نتذكر دائما انه الرياضه واللعب هي بتساعد الاطفال وخاصه نحن كرايت بلاي بنشتغل معهم الاطفال بالمواقف المحرومه او المجتمعات الفقيره او المتعرضه للحرب بتواجه عوائق لتنميتها الصحيه لكن الرياضه واللعب بتساعد على تكون عم تتخلص الاطفال من هي العوائق او هي الحواجز كيف وقت الطفل عم يلعب عم يصير في زياده ثقه عم يوثق بنفسه ويوثق بالاخر وعم يصير عنده ثقه بالقائد يلي معه انا كمعلمه وقت عم اعطيه التوجيهات وعم بعطيه نصائح من خلال لعبه فهو عم يوثق فيني عم يتقرب مني اكثر ما عدت انا بس الشخص يلي ما بيضحك وقف بس عم انظر عليه لا صرت عم اشاركه اكثر للطفل واتفاعل معه فهيك بكون انا عم بتبادل انا وياه ثقه مع بعض كثير بتشوفوا اطفال بحب احكي مع استاذه ليه تقليل الشعور بالعزله والوحده مثل ما قلت بصير عندنا انتماء بصير عندنا تعاون بصيروا بيعتمدوا اكثر على بعض حلو يعتمدوا على نفسهم ويحسوا انه في تعاون قادر الاخر يساعدهم تقليل المخاوف والشكوك عم يتمكنوا الاطفال من نفسهم وعم يصير عندهم ثقه اكثر بنفسهم
شو بدهم، شو لازم يعملوا ليصلوا للهدف اللي بدهم اياه. توفير المتعة اكيد من خلال انا مثل ما قلت لكم حط برنامج او نظام معين بصفي او بمدرستي انه في بهالنهار النشاط الفلاني، فانا اكون عم ساعد الاطفال حتى اكون عم اخلق عندهم وقت كتير حلو ليكونوا عم يقضوه ويشتغلوا فيه. اخر شيء وختاما، في هذا الشيء كتير بحبه انا عن جد كتير حقيقي، ما بعرف جربوا هيك اسمعوا كذا مره، قال اذا خبرتني يمكن انسى، واذا ارجعتني يمكن اتذكر، بس اذا شاركتني بالعمل فانا بالضرورة رح اتذكر. وقت حدا بيقول لك مثلا، خلينا نجيب مثال على الطبخ، بحكي على التليفون بسأل امي، امي كيف تنعمل الطبخه؟ تحطي ملح وزيت ومدري مين وما بعرف مين، طبقه. بس وقت بروح مع امي بتقلي حطي هالقد، واقفه معي وعم تخليني انا اقطع وانا احط وانا اجرب، فبتكون فعليا تجربتي مختلفه وصارت براسي وقدرت اطبقها بطريقه ناجحه. هذا الشيء كثير حلو لما نحط تدبروه مع اطفالكم، مو بس انه عم تخبروهم المعلومه، مو بس عم تفرجوهم، لا وعم تشاركوهم فيها. شكرا كثير لكم. يلا بلشنا قبل. انا معيرت على البكله. اوكي مثلا اشخاص بيعطوني فكره مثلا او لعبه بدك تلعب الحي لعبه فبتطلع حياتي، فانا العبها انا 100%. شباب وصبايا بدي اشكركم كثير كثير من كل قلبي على تفاعلكم وضحكتكم الحلوه وقت عم اطلع بوجوهكم. شكرا كثير من كل قلبي، بتمنى اشوفكم مره ثانيه. وما بعرف عن جد اغلب الاشخاص عندي احساس انه شايفتها قبل هالمره، ما بعرف وين، ما بعرف اذا عن حق شايفتكم بمحل كاريزما كاريزما هيك. فشكرا كثير لكم، عن جد انبسطت من كل قلبي. قبل ما اقفل وروح معلي لعبكم لعبه. اوكي اللعبه اللي حنلعبها كمان وانتم بمحلاتكم، بس حتى حركه كثير بحس حاله ماله مرتاح فيه ويطلع من الكرسي. حنكون عم نحرك ايدينا واجرينا باللعبه. اوكي بس هلا من بعد ما اشرح لكم اياها بنقوم بنوقف. هلا لحد الوقت حكون عم اخذ انا عدد سته والعب فيه، يعني ايدي انا هاي بدي احركها ست مرات. اوكي بس من خلال العد 1 2 3 4 5 6. اوكي ونفس الشيء الثاني 1 2 3 4 5 6. اجري 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. حننزل رقمين، حتصير 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اوكي كمان رقمين 1 2 1 2 1 2 1 2. اوكي جاهزين؟ جاهزين؟ انا ما بعرفه. جاهزين؟ يلي ما بيرتاح بكرسي فيه غير. يلا بدنا نعملها على السريع، مو نايمين. يلا حعد لثلاثة لحتى نبلش. 1 2 حنبلش يمين. يلا حعد لثلاثة لنبلش. 1 2 3 يلا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2. في حركة أنا بضيفة مع الأولاد بحب تعملوها، بس قلت لا أول يوم مرة بتشوفوني مو حلوة على الكورنيا. بيكونوا الأولاد هيك تخيلوا عاملين دائرة وعم نلعبها كلياتنا، وفجأة بيحتمل الأستاذ بأنه بيندار عليهم بيدير ظهره يعني وبيعمل لهم 1 2 3. أوكي بس أول مرة بشوفهم مو ظابطة. أوكي برجع بتشكركم من كل قلبي. ها
حاكتب ايميلي اذا حدا حابب يتواصل معي، وما حاعطيكم رقم التليفون لان بدي ساعه لرد. فاللي بده مني شيء يبعث لي ايميل، انا حاطلب من صها بركي اخذ من انا مراكز انتم ومدارس لحتى اكون عم بقدر اتواصل معكم بالمراجع. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد